كشفت دراسة غذائية عن فوائد مذهلة لشوربة العدس قد يتجاهلها الكثيرون، فالشوربة التي تحتوي على البروتينات والحديد تلعب دورا فعالا في علاج فقر الدم، حيث إنها تزيد نسبة الهيموغلوبين فيه وتعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى كونها غنية بالحديد وحمض الفوليك وعناصر غذائية أخرى مفيدة لكلا الجنسين. تساعد شوربة العدس على وقاية الجسم من نمو الأورام السرطانية، كما تنظم امتصاص السكريات في الأمعاء وتقلل من امتصاص الكوليسترول الضار فيها، وتعمل على التخفيف من الأعراض المصاحبة لمرض القولون العصبي المزعجة كالصداع والدوخة وآلام البطن والغثيان وغيرها. وتعتبر شوربة العدس ملينة للأمعاء وتكافح الإمساك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، كما أنها تعمل على تحسين أداء عضلات الأمعاء وتساعد على خروج السموم والفضلات من الجسم، وتقي شوربة العدس الجسم من ارتفاع هرمون الأنسولين في الدم، لذا فهي تقي من الإصابة بمرض السكري بنوعيه. محمد الحياري، الرأي.